مفيش حاجة في القانون قالت ما تربوش خنازير. انت ما تربيش خنازير في وسط المدينة. بالظبط، لكن لو تبقى فيها حظيرة وفق المعايير اللي محطوطة من زمان من أي الهدف مشكلة. الهدف يا فندم ليس تربية الخنازير أو عدم تربية الخنازير. الهدف هو المنظومة دي اللي أنت عاملها في حي معين أو مدينة معينة. هل إيه اللي هتحتاجه علشان تنجح؟ إيه المشكلة في المكون العضوي؟ بقايا الأكل دي اللي محدش عايزها. زمان كانوا بيلموا الكلام ده ويدوا للخنازير وياخدوا الحاجة التانية ويشتغلوا بيها. ولنفرض إن أنت لقيتي منطقة تنجح بهذا الأسلوب، ليه تقولي لأ؟ بالراحة كده. ما هو البديل يا فندم إن أنا أحمل السكان تكلفة أكتر عشان أعمل مصنع. فأنت بتقارني البديل ده أحسن ولا البديل ده أحسن؟ أنا عايز أعمل النظام جيد ورخيص. ده اللي انا عايز اعمله عشان ما احملش على عبء الموازنه وعشان ما احملش على المواطنين.